اليوم السلطة في مؤسساتها وفي وضعيتها القائمة قد تجري انتخابات تكميلية. خلني أقول أنا بشكل واضح، أنا هذا اجتهاد ما شاركت فيها. إذا السلطة أصرت، وهذا الكلام واضح خلال اليومين اللي فاتوا، بأن هذه استقالات شكلية وحنا راح نمضي وفقا للائحة وإلى آخره، دون اعتبار هذا أمر خطير وعظيم مشجع في التشريع التاريخ لمدة 50 سنة. هذه ثلاث حادثة قلت من التلويحات أو استقالات الفردية، هذا غير صحيح. ولذلك أنا أقول حتى تسمع السلطة رأي الشعب كما ناديناكم وكنتم حقيقة خيال موقف الشعب الكويتي فوق الوصف. فضل هذا الشعب لا ينسى في الاستجابة لساحة الإرادة لما عزل ناصر محمد وحل مجلس القبيضة وطردت حكومة الفساد. إذا أجريت انتخابات تكميلية دون اعتبار لرأي الشعب سواء القديم أو الآن اللي رجعوا عن هذا المسار بعد الاستقالات، أنا أقول أدعو الشعب الكويتي حقيقة وأتمنى المعارضة تتقبل مثل هذا على الأقل تدرس تفكر فيه إلى ساحة إلى الأبراج إلى اعتصام وتجمع وانتراج وهرب. في نفس اليوم إحنا من قبل سبق وسوينا هذا، إحنا لا ندعو إلى فوضى ولا ندعو، إحنا معارضة وطنية إصلاحية قصف علي ما يبغى، قصف علي المشوار، قصف علي المشوار. إحنا نعرف شنو معنات انك تكون كويتي عدل، احنا نعرف شنو معنات حب الاوطان، احنا نعرف شنو نقدم لاجل بلد ان مهما نقدم منه قليل وفاء ولا احد له فضل على هذا البلد. البلد وعلى لهم فضل على الكل. صحيح. في نفس اليوم اللي دعينا فيه لاعتصام كرامه وطن، في نفس يوم انتخابات مجلس 2/12 المطل الاول او الثاني مطل، وهو أن حتى رسالتنا واضحة وتناقلتها كل وكالات الأنباء العالمية وكل الصحافة، أن هذا رأي الشعب الكويتي. أسمع السلطة وأوصل صوتكم لرئيس الدولة، أوصل صوتكم بالصوت والصورة في اعتصام يدل على رفضكم لهذا الأمر. بالأخير أنا أقول وبشكل صريح، المعارضة معارضة إصلاحية لكنها بنفس الوقت عاجزة بدونكم أن تحقق هذا. رأي للذمة، لا تتوقعون أن بالإطار الدبلوماسي والسياسي وغيره أنه ممكن نحصل شيء، لا تتوقعون أن بالاستجابة للحلول الجزئية والنزول للانتخابات أو تعديل قانون النظام الانتخابي، هذا ضيع الأغل، أنه ممكن نحصل شيء. لن نحصل شيء، يحصل لحظة مثل ما حصلنا وياكم في لحظات. أننا نتكلم من واقع تجربة الآن، احنا نتكلم احنا عزلنا رئيس وزراء في سابقه مشهوده، احنا نتكلم في حلينا مجلس امه، في نتكلم في عزلنا رئيس، لكن بالاخير هو نهج سيستمر هذا النهج يتغير اسماءه، سيستمر الامه عليكم وعلى ابنائكم من بعدكم، فالمسؤوليه لهم تاريخيه. فاذا اصروا على عدم احترام الشعب وعلى عدم احترام رايه، فاليوم نخرج في هذا الموقع للتدليل على ان هذا راي الشعب الكويتي يسمع مره اخرى و يبين مثله.